اليوم 56 ولا 55؟ 56. شفت انا ما افرق الا يوم او اجيب نفس اليوم، ما اجيب خمس ايام فرق. بندل سعد القحطاني عليها شهرين قدام. حياكم الله في يوم 56 من ايام برنامج جزر رصيدك. بقي تقريبا اربع ايام او ثلاث ايام على شهر رمضان المبارك، الله يبلغنا وياكم هذا الشهر الفضيل ويجعلنا فيه من المقبولين ومن اعتقائه من النار، ويجعلنا من يصومه ويقوم ايمانا واحتسابا. هذه ثلاث ايام بالنسبه لي ما زلت ارى ان ممكن يكون فيها الشيء الكثير، خاصه ان الايام اللي فاتت امانه وقلتها كذا مره انا عن رايي الشخصي اني كنت مستمتع جدا، كان في طاقه عاليه جدا من الشباب صراحه تفاعلوا فيها، في بعض الاخطاء لا يخلو، العمل الكثير اكيد يكون له يعني تبعات معينه او شيء، لكن في المقابل في حركه، في تفاعل، في تنافس كبير جدا، وهذا الشيء حبيته. باذن الله عز وجل حتى رمضان يكون ان شاء الله فيه رتم عالي ونشوف اجواء رمضانيه جميله جدا باذن الله ومميزه. يمكن هذه اول مره، فعلا هي اول مره ان برنامج جزر رصيدك يدخل في شهر رمضان المبارك، مو برنامج عادي، مو برنامج جديد، حتبقى نفس آلية التنافس، وهذا تحدي كبير للجميع، بداية من الإدارة والإعداد وكذلك المتسابقين، المحتوى ما في شيء جديد، يعني برنامج أعد له بشكل خاص، لا، هو تكملة البرنامج جزر رصيدك. أنا بالنسبة لي متفائل لأسباب كثيرة جدا، أولها أن فيه التناغم موجود، وفيه الذيبان قالت علينا احنا هوا يا حبيب قلبي الله يسعدك. عادي 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 عادي، مو مشكله مو مشكله مو مشكله، ما كان عنده خبر، عادي. طيب. مو مشكله. البرنامج زد رصيدك مستمر، التناغم فيه اكبر، الرتم صار اعلى، فانا من هذا المنطلق أرى أن بإذن الله عز وجل شهر رمضان بإذن الله حيكون ممتع جدا جدا جدا، عكس لما يكون برنامج جديد ومتسابقين جدد حتى لو كان لهم خبرات سابقة، غالبا يكون في الشغف أقل أو الرتم أقل. أنا بالنسبة لي أرى أن بإذن الله عز وجل شهر رمضان بهالنخبة من المتسابقين وهالتناغم اللي يصير، التنافس العالي اللي قاعد يصير، أنا متفائل بإذن الله حنشوف لوحة رمضانية جميلة جدا وراح نستمتع بإذن الله، وهذا اللي نتأمله إن شاء الله. اليوم ضيفي إلى الآن إلى هذه اللحظة ضيف واحد فقط، وهو أنعم وأكرم يعني، وهو لو يكون هنا الحالة وقدم الفقرة كاملة راح يثريها، وبالعكس يعني ما هو يسوى عشرة من 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 غيره. من غيره أي واحد خطط في هذا البارحة. الله يحييك منصور. الله يسلمك، حيك عبد الخالق، اخيرا رحبت بي واعطيتني مجال. ترى عندي مداخلات كثيره في الكلام اللي قلته. ايش؟ اولا ترى رمضان يمكن يكون بكره. نجيب ثلاثة ايش اليوم؟ احنا داخلين في الثلاثاء. اليوم حب اسعد القطاع. المحكمة دعت الى تحرير صح صح اليوم الثلاثاء صح؟ نعم. والله اليوم الثلاثاء. هذا واحد. سبحان الله كذا يوم تمشي. اي رقم اثنين طال عمرك، فالبرنامج فعلا ازف على الرحيل. طيب. ودخل في يعني جزء الاخير. الرقم ثلاثة أداء الشباب اختلف بداية البرنامج عن الآن، أشوف المتسابقين تطوروا، المتسابقين يمتلكون قصص، أصبحوا يتنافسون، أصبح يعني المتسابقين اللي يشوفهم الآن ويشوفهم أول البرنامج يقولوا هذولا مختلفين تماما جدا، فبصراحة شيء رائع. هناك فرق، في فروقات شاسعة، في متسابقين تسمع في نبراتهم لغة الكتب، لغة الثقافة، لغة الكذا، زي ربيع، زي محمد الدوسري، هنا هذولا تسمع لهم لغه علمه بصراحه. وهذا ما يعيب في ثقافه الاخرين. في شخصيات بصريه مزعجه مثل ربيع كذلك. ايوه. ومثل بخيت، شخصيات يعني يعني بصريه مزعجه، يعني لما يداخل لما كذا لما كذا لما كذا يجب ان يثبت وجوده. في شخصيات تحرص انها تنجح الناس مثل خماش يحرص انه ينجح وينجح غيره. في
في شخصيات اعتزلت المشهد كاملا، اعتزلت المشهد. أشوف مثل وقف خماش ينجح ونجح غيره، لكن مو أنجح غيري وأنا ساكت، يعني ما أكون جسر لحد يعبر، في فرق صح؟ كيف يعني؟ أنت تشوف إنه ينجح وبعدها ينجح معه مجموعة، ولا إن أنا بنجحكم أنتم حتى لو إني كنت يعني أحيانا بعضهم ترى بعضهم ترى جوكر خلف الكواليس يحرك وكذا فحقه مهضوم. لا لا عبد الله خماش لا ينجح هو بنفسه وينجح اللي معه. شوف عبد الله خماش وتركي الفيصل هذول ينجحون وينجح غيرهم. ترى تركي الفيصل يوم مشى دخلت القرية في منعطف. في شخصيات تنجح غيرها على حساب نفسها مثل صالح المكسر. اي هذا اللي قصده، صالح أيه؟ يحرق من نفسه وينجحون وهو يعني ما همه. وهذا بصراحه هذا يعني ثلم، يعني هذا يعتبر يعني خلل. في شخصيات حريصه انها تظهر بنفسها حلو، وهذولا يعني انا ما ابغى اقول اسمائهم لانه ايش، لا اقول اسماء لا عشان عادي إيه؟ تبغى تقول انس قول انس، تبغى تقول جايدان قول جايدان. لا انا ابغى اعطي فرصه لك، انا بعطيك تلميحه. ها تلميحه تلميحه ان شاء الله ما تكون مثل تلميحات اللجنه. احيانا يعطي تلميحه اللجنه غريبه، يعني غريبه كيف كلام يوم وانتقاد ومنصور بيقول تلميحه متى؟ خلينا نجرب اليوم نسوي تلميحات، ما في لنا وانت. لا لا عندنا وقت المح لك بعدين اعرف ولا ما تعرف. اه وبدنا نقعد نفكر ونشوف. طيب يلا عصف. هو راعي ناقه؟ لا لا. طيب شوف في متسابقين واضح إيه؟ واضح في مداخلاتهم وفي كذا كلمه الانا، أنا وأنا 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 كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. كيف مثلا أنا الشاعر، أنا راعي الناقة، أنا اللي يعني حتى إذا داخل في الكونفش الروم لازم أنا اللي لو جاني كرت أنا اللي لو جاني كرت الإنقاذ ما أستخدمه أنا إيش؟ شوف حتى في مداخلاتهم بالكونفش الروم الملاحظ يلاحظ أنا وأنا وأنا، أنا صاحب فكرة، أنا مدري إيش، أنا كذا أنا كذا. أوكي هذول الناس يعني الأنا دليل الأنا. كم واحد هم؟ ما أعرف كم واحد تقريبا، ما أعرف، بس في أمثلة في كذا حالة. هذا يهمه أنه ينجح. ساعد يا أخي أنا مو متابع. ينجح بمفردة أعتبرني مو متابع. لا لأن إيش أقول لك، مصيبة إذا كان الواحد يبي ينجح بمفردة. فأنا ما أبي يعني أقول هذه المصيبة وأربطها بأسماء. خل قل لي يا منصور إن شاء الله أنك واهم. الله أكبر، مصايبك المتلتلة يا منصور طيلة 56 يوم وقفت على المصيبة هذه. الله أكبر ما شاء الله عليك. في اليوم 56 إذا أنا بقول تلميحة وما حد يفهمها هذه مشكلة. لكن أنا ذكرت نماذج إيجابية جدا، وهذه النماذج أنا أشوفها نماذج. طيب ليش النماذج ما هي موجودة إلا في الشعار؟ أنا ما قلت شعار، أنت اللي قال. لا تحملني ما لم أقل. طيب هذه موجودة في الشعار؟ ربما. لا أعطني إيوة ولا ليش يقول انت صاحب معلومه؟ انا اعطيتك امثله. قاعد نلمح مع بعض صح؟ صحيح. طيب اوكي عشان اوصل التلميحه لازم تجاوبني نعم او لا. لا لا إن هي كذا. شوف هاي التلميحه زي تلميحه لجنه التحكيم، يعطون تلميحه ويجاوب البرايم غلط. ما انه والله ما انه تلميحتهم قويه واضحه. لا والله ما هي واضحه. مره يمكن مرتين والله. مره يعني مرتين مثلا يعني. قال الظاهر قال ما ادري ايش خيار نجران ولا جيزان. قال ابغى تلميحه. اي هذه الاسبوع الماضي تلميحه قال شفت تلميحه قال كذا. هذه موجوده موجوده الاجرام لا تسقط على اللجنه. تدري ايش قال المتسابق؟ قال ايش؟ ايش؟ هذه موجوده في الاجرام موجوده في الجزاء. هذه انا اخترت تلميحه ولا اخترت غدره؟ والله جد. قال طيب انت تلميحه قال برقم 89 ظهر 80 قال خلك مع ماجد عبد الله. ماجد عبد الله رقم 9. رقم 9 لو في خيار رقم 9 اقول لك اوكي. يبي يصعب على المتسابق اصعب من السؤال نفسه. طيب ايش الفائده اني اخذ تلميحه انا؟ طلعت بك على الموضوع صح؟ لا ما طلعت بي بس اعتبرها تلميحه خاطئه. حلوه اسقاطك على اللجنه ممكن لجنه ممكن في احد قال لجنه. اقول لك من هو اللي نرجسيه على كذا؟ من؟ يعطيك تلميحه. طيب عندنا تلميحه. شيء يكون بداية كل فقرة في كلام اليوم، يكون فيه كذا لقطات من كل مكان. أتحداك هي ما هي بكذا المخرج. لا أحداث أعطونا أحداث اليوم
صالح ما يحتاج مسوي كبده صالح ليه تسوي صالح ما يحتاج مسوي ما شاء الله تبارك الله مرحبا قلبك سلام عليهم سلام الله يسعد اوقاتكم بالطيب انا ديت ما اعرف اذا هذا تدرب تحتي في دوره نادي انا في نفس طريقة مرة بالسيدان ولا بالسيدان 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 كنت بجيب واحد بقوم المعد عندي يقول الشخص اللي ذاك اليوم طلع ما جاء توجيه من الإدارة وكان طالع من رأسه لو أنه من رأسه اللي اليوم لو أنه من رأسه كان أختم عليه حنا كل واقعين أنا به كان أختم عليه وكان قالوا ليش تطلع إيه والقيمان وشوربه ومكروني هذا قطع الباب من حمان لا إله إلا الله ظليمة هذه اللي في رمضان اللي شاف الأسبوع ده مشروع بعد الأسبوع مشروع تطوع مني أنا لكم طباخ يدين آخر مرة السوق متشبع من إدارة الأعمال شوف السوق دائما لا يتشبع من تخصص المتميز دائما ما يفرض نفسه والإدارة كم أعزائنا المشاهدين في كل مكان وفي أي زمان لكم مني كل الحب والامتنان في حلقة جديدة متميزة من فقرة مؤتمر الجمهور سواليفكم حلوة اللي هنا بس حياكم الله مجددا كان هذه بعض المقتطفات واللقطات من أحداث اليوم الرصيدي رقم 56 قبل ما أروح التعليق على هذه الأحداث رحب باسمكم وليد الشمري الله يحييك يا مرحبا الله يبقيك السلام عليكم عليكم السلام الله بكل خير ونمسي على السادة مشاهدين الوقود الحقيقي لهذا البرنامج واضح أني داعس ومسرة صح؟ اي واضح ونمسي على متسابقين نجوم هذه النسخة المعذرة على التأخير يا أخوان نزل الرتم شوي معذرة على التأخير في أحد بقى تنسي عليه وكنت أعتقد أن وقت الفقرة متأخر قليلا والحمد لله إن شاء الله ما فاتنا شيء ما تشوف إن شاء الله حبيب قلبي الله يحييك كنت ماشي صح لأن كنت أعتقد أن وقت الفقرة متأخر قليلا دقت شوي والله وليد يعني ما أقدر يعني أتناسب معك ما شاء الله تبارك الله شاهي دلبج قاعد يكتسح أسوار القرية وعقبال إن شاء الله ما نشوفه واصل أبعد مكان عقبال ما نشوف كبدتها المكسر هنا في اللوكيشن الله يكرمك ذبحني بالجوع على صالح اليوم وهذا الشاي طيب والله يا صالح جوعت اليوم قسم بالله أنك جوعت صالح ودك تركين جنب بعض صالح وجنب شاهي دلبج تخلص من هنا وتاخذ لك كوب شاي صالح بصراحه اليوم افتتح المحل حقه بما انه اضطريته صالح ايوه صحن الكبده ب 40 ريال سلامات على قولتهم في هيري لو ان الكبده دي تسولف اشتروا متسابقين ولا ما اشتروا؟ ما انا ما شفت احد شرى انا شفتهم اعتزلوه هو اليوم كان يوزع ظاهر كان يوزع مجان تسويق اي هذا عرفت اللي اول مره يوزعون لك للتجربه يغريك ايه؟ يسوي افضل ما عنده والمتسابقين يمكن اذا عجبتهم الايام الجايه الجوده يصير فيها شيء اي بعدين يقول الاداره اسعارها مختلفه وكذا طيب انا ابغى اعرف الحين اليوم تحط الصحن ب 40 والمتسابقين يقولون ليش؟ طيب يا اخي معروف سعر الكبده في كل مكان ليش تقول ب 40؟ للندره يا ابو علي ما في محل كبده ثاني منافس علشان كذا الندره ترفع السعر ايش الندره شكل هذا اللي يكتبون تحتها من الماعز البري الذي وجدناه في جبال الألب وهو مختفي وكبدته كانت مدري تم صيده بعدها بعدين الكبده هذه اكلها الاسد ودورنا الاسد مع الحطب الافريقي ايوه ومدري ايش طيب يا اخي يمكن متسابقين مشتري اذا بيشتروا متسابقين خلاص ايش مشكلتك انت كيف تامل على مشروع كان محل دبابات قلبه يا اخي كبده يسويها صالح المكسر هنا تلاقي عده كفرات لا اعطيك الميزات كبده يسويها صالح المكسر حصريا على شاهد ام بي سي في قريه زد رصيدك كوزي في كبده في قريه زد رصيدك يعني فرق متسابقين المفترض انهم عندهم جوع يعني كذا محتاجين هو عنده اشياء ثانيه هو اللي مزود السعر فيها عامل الوقت يستقطب من وقته بالريالتي فالقيمه زادت يمكن عشان الاشياء هذه معايير ثانيه
معلش يا منصور، انت ما انت في شارع تجاري فيه ألف محل كبده، انت في قريه بعيده في العماريه في اخر الدنيا، ما ردك رخيص ومتسابقين جوعانين صعب الكره معك يعني، لو اشتريت كبده ما بتضرب مشوار لنص ساعه ولا ساعه عشان تاخذ كبده. شوف واضح متوفر في كل الاوقات، واضح عبد الخالق جوعان قاعد يعطيك كلمة صالح صالح حول صحن مقدم اقول جوانا اليوم يشاور، تبي بجبن ولا لا؟ بغيت ارد انا ورشاشه اي بجبن. طيب يا شباب اليوم فقط المطبخ، كل ما أتابعها أتذكر فهد معيان، وأحيانا بيني وبينكم يأنبني ضميري أو شيء أقول فهد معيان أخطأ ولا هو الصح ولا أنا الغلطان ولا مين الصح، لما يقول يا أخي فقرة المطبخ سيئة والمقدم غشاش والشيف غشاش يا أخي، وأشوف المقطع اليوم يتكرر نفس 56 وما زال الغش موجود، فقرة المطبخ ما فيها أي منافسة. أنا لي رأي قديم فقرة فقرة المطبخ فقرة كشتة، خذ راحتكم فيها لا أنا عادي نغش يا شباب وكذا، أنا لي رأي قديم أنها تلغى الفقرة والله، تلغى تلغى تماما، يعني تكون زي تلغى زي إسقاطة مثلا وبعند هو اللي يطبخ يطبخ، أول قرار تلغى، ثاني قرار إعداد فريق للتطوير. شباب نقدر ناخذ بعناد اتصال صراحة؟ نقدر المشاكل اللي قاعد تصير بعناد نقدر ناخذ اتصال، وليد صعب صعب إنك تقول الشيف أكثر من مرة يدخل ويساعد وكذا. اليوم ضحكني خالد حامد يقول تقييم الشيف 60% هنا و 60% هنا، وصريحة قال بالنهاية اللي طابخ أبو عناد يعني. نكمل نقاشة بعد الفاصل، ويا ريت تشوفونا أبو عناد إذا نقدر ناخذ بعد الفاصل، بعد الفاصل اتصال. عطوا الفاصل نصيبك جاي عيد الذكريات، مرحبا واليوم زاد الشوق فينا، تاج عز ومجد فخر ومنا